يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ولي الصالحين، وناصر المستضعفين، وخالق الخلق أجمعين، ومولانا وحافظنا وحامينا ورازقنا سبحانه وتعالى. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين، أرسله المولى بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وارض اللهم عن أزواجه وعن أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، حديثنا اليوم وجمعتنا اليوم محورها موضوع اجتماعي خطير وحساس، وكل موضوع لا بد له من أصل في دين الله، في شرع الله، في أحكام الله، في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع أجلت الحديث حوله عدة مرات بسبب الظروف التي مررنا بها والتي أجبرتنا على الحديث على مواضيع تهم الوطن، وهذا الموضوع أيضاً يهم الوطن، بل هو أساس من أساسات الوطن. وفي البداية، حتى لا يلتبس الفهم على من يصله الكلام، نريد أن نبين شيئاً واضحاً وبيناً حتى لا نتهم بالباطل. نريد أن نقول أن الإسلام دين حضارة وعلم وتقدم ورقي، كما هو دين شريعة وعقيدة ودعوة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه أوضح آية في كتاب الله ترفع من شأن العلم والعلماء، وتبين أن هذا الدين يدعو إلى العلم ويكرم العلماء. والإسلام كدين وشريعة يشجع على العلم وعلى البحث العلمي، ويرحب بتقدم شتى أنواع العلوم المفيدة للبشر. وكلما تقدم الناس في العلم، تذكروا قول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأي شخص أو جهة تدعي أن المسلمين أو الإسلام أو أن المتدينين من أهل الإسلام يرفضون التقنية والتحضر والتقدم فهو كاذب وشاهد بالزور. ما السبب الرئيسي الذي أدخل كثيرا من أهل الكفر في الإسلام، في دين الله عز وجل؟ هو السبب الرئيسي لأغلب هؤلاء، خصوصا من المتعلمين بمختلف شهاداتهم، لما رأوا الآيات العلمية التي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا كثيرا من الحقائق العلمية التي وصلوا إليها، وجدوها موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل زودنا بعقول أيها الإخوة، نميز بها بين الضار والنافع والمفيد والمضر، ومع هذه العقول زودنا بشرع مطهر، لم يتركنا هملا تبارك وتعالى. زودنا بشرع يبين لنا الحلال والحرام والحق والباطل، ويبين لنا نوعية العلاقة التي يجب أن تكون مع الله ومع أنفسنا ومع الناس ومع المجتمع ومع الدنيا بأسرها. ديننا أيها الإخوة لا يمنعنا من الاستفادة من التقدم العلمي ولا من التقنية الحديثة، ما لم يكن فيها، في ذات هذه التقنية، ما لم يكن فيها ضرر أو مخالفة شرعية، أو أنها تستخدم لغرض محرم أو غرض مكروه، أو تستخدم في تحليل الحرام أو الإفساد في الأرض،
أو الأذية للمسلمين. هذه التقنية الحديثة بمختلف أنواعها التي يخترعها البشر عبر الزمن، لا يمكن أن نقول عنها حلالا بالكامل أو حراما بالكامل، إنما يعتمد ذلك على كيفية استخدامها. إذا استخدمت في الحلال فهي حلال، وإذا استخدمت في الحرام فاستخدامها في الحرام هو الحرام، وليس في ذاتها كما قلنا إذا لم تكن محرمة في ذاتها كما سيأتي معنا. هذا أمر عظيم لابد أن نبدأ به هذه الخطبة. تطور المدني، تطور العلمي الذي حدث في العقود المتأخرة والذي كان بصورة متسارعة، كان الناس قديما ربما تمر أحيانا نصف قرن حتى يتم اختراع واكتشاف شيء جديد يدخل إلى حياة الناس، ثم بدأ التسارع كل 10 سنوات كل 5 سنوات. أصبحنا في زمن في كل يوم بل في كل ساعة يتم اختراع تقنية جديدة وتدخل حياة الناس، شاو أم أبو لا تستطيع. وهنا الخطأ الذي وقع فيه كثير من المسلمين عندما اعتقدوا أنهم بإمكانهم أن يضعوا حاجزا وسدا حولهم وحول عائلاتهم، فلا تستطيع هذه التقنية اختراق بيوتهم أو أولادهم، وهنا أخطأ. وهذا السبب الذي جعل الكثير من الأبناء من الأولاد والبنات ينحرفون بعد زمن، لأنك الآن في الزمن صرنا كما يقال العالم أصبح قرية صغيرة، وأنا أقول العالم ليس قرية صغيرة، العالم أصبح كبيت صغير، بيت صغير غرفه محدودة ويعيش فيه شتى أنواع الناس، يتعاملون مع بعضهم البعض ويتواصلون مع بعضهم البعض، شئت أم أبيت. لذلك إذا كنت تعتقد أنك بإمكانك أن تقفل الباب على أهلك وأولادك وبناتك وأنهم سيكونون بمنع من ذلك، لا، لأنهم سيخرجون إلى الشارع وسيلتقون بأقرانهم وسيذهبون إلى المدارس وسيتعلمون وينتقلون من الابتدائي إلى الإعداد إلى الثانوي إلى الجامعات، وسيذهبون إلى أقاربهم وسيلتقون بغيرهم وسيرون هذه التقنية وسيدخلونها بالشكل الخاطئ. أما الأفضل بالنسبة لك أن تهيئ أبنائك للتعامل مع هذه التقنية الحديثة، كيف يستفيدون من خيرها وكيف يتجنبون ضررها، لأن هذا أمر واقع الآن. عما قليل سيختفي الكتاب المدرسي وستحل بدلا منه أجهزة الكمبيوتر واللابتوب وهذه التقنية الحديثة، وستكون موصولة مباشرة بالإنترنت، وإن لم تحصن أبنائك فسيحدث الانحراف، وهذا الذي أريد أن أنبه إليه. في المجتمعات ما يعرف بمجتمعات العالم الثالث الذي نحن جزء منه، في ليبيا دولة ليبيا جزء من العالم الثالث، هذه التقنية دخلت بسرعة دون أن يكون هناك استعداد في هذه المجتمعات المختلفة وحصانة دينية عقدية أخلاقية سلوكية. للأسف الشديد ما الذي حدث؟ ما الذي جرته هذه التقنية؟ حدث التفكك والتخلخل في المجتمع، وانهارت مجموعة كبيرة من القيم والأخلاق بسبب هذه التقنية التي كما أقول وأكرر فيها الخير الكثير لو استخدمت في الخير، وفيها الشر المستطير لو استعملت في الشر. أصيبت هذه المجتمعات بالإدمان والهوس على هذه التقنية الحديثة، حتى كادت أن تنقطع العلاقات الاجتماعية بين الناس بسبب هذه التقنية. ولكن كما قلت للأسف الشديد ليس في الجانب الحسن إنما في الجانب السيء. وصل الأمر إلى الكبار، الصغار، الشباب، الشيوخ، الرجال، النساء، والطامة الكبرى أنه وصل حتى إلى الأطفال الصغار. بدأت هذه التقنية في غزو المجتمعات بدءا بالتلفزيون والقنوات التي كانت محدودة، ثم أجهزة الفيديو، ثم مرحلة ما بعدها الساتلايت، الصحون الفضائية، ثم بعد ذلك دخل النقال الموبايل الذي أو هذا الهاتف النقال، الهاتف المحمول
الذي كان مخصصا في بداياته لمجرد الاتصالات، ثم دخلت عليه التقنية الحديثة اليومية فامتلأت هذه الأجهزة بالتطبيقات، بالتطبيقات المختلفة التي أنست الناس الكثير من الأمور، تطبيقات المختلفة سواء الفيسبوك، الماسنجر، الواتساب، التويتر، التيك توك، الانستغرام، جميع هذه التطبيقات، اليوتيوب وغيرها الكثير من التطبيقات التي امتلأت بها هذه الأجهزة، وللأسف الشديد سيطرت على عقول الناس وعلى توجهات الناس، والأخطر في هؤلاء جميعا الأطفال الصغار. امتلأت الهواتف بالصور، بالمقاطع، بالتسجيلات وتنزيل الصور ودفع الأموال في سبيل تغيير هذه الأجهزة، حتى أرهق الناس أنفسهم ودفعوا الأموال الطائلة. لا يكاد يمر أيام معدودة إلا وكل واحد يغير جهازه إلى الجهاز الأحدث، والذي هو لا يستفيد منه إلا أقل من 5% من إمكانياته، لكن من أجل المفاخرة والمباهاة بين الناس دفع الناس الأموال الطائلة، وجرنا هذا وللأسف الشديد إلى نشر الفاحشة، سواء عن طريق الصور أو تنزيل المقاطع أو إعادة نشر الصور والمقاطع من الناس وبين الناس. وصل الأمر إلى التصوير داخل البيوت وداخل الحرمات، سواء من باب التفاخر والمباهاة، الأثاث الجديد والأكل وبعض الأمور التي تملكها الناس، حتى وصل الأمر للأسف الشديد، وأتحرج كثيرا من ذكر كثير من الأمور، وصل لتصوير العورات داخل البيوت، تصوير البنات وتصوير الزوجات وتصوير العلاقات وتصوير كل هذه الأمور، وإما أن تتسرب بطريقة أخرى لتصبح منشورة بين الناس في كل مواقع الإنترنت، أو أن يقوم الفاسق العربيد أو الفاسق العربيدة بنشرها طواعية من خلال هذه التطبيقات التي ذكرتها، لتصبح منشورة مبتوتة على كل شيء، وتو حتى الستلايت والتلفزيون خلاص أصبح فيها الناس معش يدوروا فيها، لأن خشت على تقنية جديدة، تقنية الموبايل. لما تجيب موبايل لولدك، موبايل حديث دون مراقبة، أنت حطيت ولدك في طريق النار وطريق الانحراف، وحطيت بنتك في طريق الانحراف، ولابد أنك أنت حتى لما ولدك وبنتك يوصل سن معينة لابد تجلس معهم وتحذرهم، لأن هناك ذئاب بشرية موجودة على هذه الساحات وتستخدم هذه التطبيقات، وتوقع بالشباب وبالأولاد الأبرياء، وتوقع بالبنات، وقد تتحصل على صورهم، وقد يتم اختراق أجهزتهم والحصول على صورهم، ومن بعد ذلك يتم الابتزاز. هذا رأوا مجتمع بليرة، أقسم بالله مرات الواحد للحشمة شدات، أنا أقول لكم شنس فيه شما فيه بس، وفي ناس اللي جاي مع ولده واللي كذا، عار ما بعد عار. لذلك كل واحد ينتبه ويعرف أن هذه مسؤولية، مش مجرد جيب ولده ولا جيب بنته خليه، أنت بتربيه ويوم القيامة بيتعلق في رقبتك لو أنك أنت ضيعت هذه الأمانة. وحتى النساء لما تمشي ترفع زوجتك ولا ترفع بنويتك لصالة مناسبة جميع، حتى في الحوش مش في صالة مناسبات، حذرهم من التصوير في فاسقات ما يخافوش الله عز وجل. والنقلات الآن أصبحت حتى ساعات في اليد وسلاسل في الرقبة، حتى مش شرط النقال اللي هو هذا اللي تشده في يدك ويبان، تقعد المرأة واخد راحتها بالنساء وإنسانة فاسقة أخرى تصور فيها، وبعدين تقعد تبتز فيها ولا تنزلها في صورها وصور بنويتك على النت وغيرها. اتقوا الله عز وجل. هذه التقنية زي ما قلنا تقنية نعمة من عند ربي، وسهلت حياة الناس وخلت الناس يتواصلوا مع بعضهم، وولدك بعيد ولا قريبك بعيد تشوفه ويشوفك وتتكلم معاه، وبإمكانك تستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل، وتدعو بها غير المسلمين، وتدعو بها المسلمين، تأمرهم معروف تنهم عن المنكر، وتدافع بها عن وطنك، وتكتب الحق، وتتكلم ضد الباطل، تستخدمها في الخير. لكن بالمقابل شرها كبير، لذلك عليك أن تتق الله عز وجل. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. يا
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، للاسف الشديد تتعرض امه الاسلام منذ زمن الى حروب قويه وشرسه مختلفه تتخذ صورا مختلفه، واعظم حرب تتعرض لها امه الاسلام هي الحرب على العقيدة وعلى الدين وعلى الأخلاق، وإفساد الناس في عقائدهم دينهم وعقائدهم وأخلاقهم هو الذي يمهد الطريق أمام أي دخول وأمام أي غزو. الآن العالم أصبح ليس في حاجة إلى الأرتال العسكرية وإلى الغزو الاستعماري التقليدي، جيوش تأتي لتحتل دولة، لا، الآن مجرد تسليط الأضواء عليها وتسليط القنوات الفاسدة وفتح سبل الفساد وتدمير الناس في دينهم وعقيدتهم وفي أخلاقهم يفتح الباب، لأن بعد ذلك المسلم يصبح متعلقا بالحرام ويرى في الغرب، يرى في العدو مثلا أعلى، يريد أن يقلده، يريد أن يعيش مثل ما يعيش الغرب في الشكل وفي اللباس وفي الأكل وفي الحياة، متع الحياة دون ما قيد من دين أو من أخلاق أو من عرف. فالحرب هذه هي أشد حرب تتعرض لها أمة الإسلام، ونتعرض لها نحن هنا في ليبيا خصوصا في السنوات المتأخرة. أصبح لا قيد ولا حسيب ولا رقيب، وانطلق كل الناس، انتشرت الإذاعات بشكل غير مسبوق، وتبت السموم والفتنة والفساد إلى غير ذلك. الواجب علينا الآن الاعتصام بالله عز وجل، كل واحد هذه أمانة، أسرتك أمانة في رقبتك، خليك من الآخرين، غير اهتم بصغارك، اهتم بولادك وبنويتك، اهتم بزوجتك، اهتم ببيتك، هذا هو المطلوب منك في هذا الزمن. ثم أريد أن أتكلم عما يتعرض له أهل الإسلام، وهذا واجب أوجبه الله عز وجل علينا. سبحان الله، لا تخمد نار أشعلت ضد المسلمين في بلد إلا وتشتعل نار أخرى في بلاد أخرى. كلنا يعلم ما يحدث للمسلمين، إخواننا المسلمين في الهند، دولة الهند التي يبلغ عدد المسلمين فيها عشرات بل ربما مئات الملايين، ومع ذلك تتسلط عليهم طائفة الهندوس عبدة البقر الذين يعبدون البقرة ويسجدون للبقرة، يتسلطون على المسلمين هناك ويذيقونهم أشد أنواع العذاب، يقتلونهم في الشوارع ويسحلونهم في الشوارع ويتعرضون لإبادة في بعض المناطق وتهجير ونزوح، كما تعرض أهل الإسلام لمثل ذلك في ميانمار على أيدي البوذيين. وأهل الإسلام وللأسف الشديد بعيدون كل البعد عن نصرة إخوانهم وعن الوقوف مع إخوانهم وعن حتى مجرد العلم والاطلاع عما يتعرض له أهل الإسلام في تلك الدول. ونحن لسنا بمنأى، والحرب التي علينا في ليبيا هي جزء من الحرب على الأمة الإسلامية. وإن كنا نأسف على قتل المسلمين في الشوارع وسحلهم وتقطيع جثثهم، إلا أننا في نفس الوقت علينا أن نخجل، لأن هذه الجرائم قد ارتكبت في بلدنا وعلى أيدي من يدعي الإسلام ضد إخوانهم من المسلمين،
ورأيناها تصور وتبث في القنوات وفي مواقع مختلفة من الإنترنت. رأينا من يدعي الإسلام يقتل المسلم ويرمي جثته في مزابل وفي أماكن رمي القمامة، ورأينا الشنق الجثث، ورأينا حفر القبور ونبش القبور وإخراج الجثث والتمثيل بها، ورأينا قتل النساء، ورأينا الإعدام في الشوارع، ورأينا كل ذلك. أحيانا الإنسان صحيح نألم لما يحدث للمسلمين على أيدي الصهاينة، على أيدي البوذيين، على أيدي الهندوس، لكن والله مرات الواحد يتحشم يتكلم، يتحشم يتكلم. ليش؟ لأن فيه بوذيين عندنا حتى كانوا يقولوا انتسبوا الإسلام، لكن نقصد بالأفعال متاعهم يفعلون مثل هذه الأفعال ضد المسلمين، ومش المسلمين أي مسلمين، مسلمين من أبناء وطنهم ومن أبناء قبائلهم ومدينتهم، ومن يتوعد ويهدد إلى يومنا هذا بتكرار هذه الأفعال. هذا كله دليل على أننا في آخر الزمان، وتحققت الكثير من نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمارات آخر الزمان، والتي إن قدر الله عز وجل وأعطانا الجهد ومد في أعمارنا سنتكلم عن البعض منها، من الأمارات الصغرى التي تتحقق يوميا في زمننا هذا، وتدل على قرب وقوع الساعة وقرب انتهاء الحياة، لأن وصل الأمر إلى القمة، وللأسف الشديد ليس إلى القمة فوق، إنما القمة في القاع تحت، من الابتعاد عن الدين ومن الانحطاط الأخلاقي ومن انعدام الشرف لدى كثير من المسلمين. قبل أن نتكلم عن اليهود والنصارى وعن الملاحدة وعن العلمانيين ومن على شاكلتهم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله مرة أخرى كما في بداية خطبة، كذلك أمر في نهاية الخطبة، ونقولكم انتبهوا لعائلاتكم، انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لبناتكم. لو أنت ما تنتبهش لولدك ولا بنتك، راه والله ما في واحد فاضي بيك، لا عاد المدرسة لها فاضية بيك وباش تربي لك ابنك، ولا عاد المعلم فاضي بيك، ولا المعلمة، ولا المؤسسات التربوية، ولا الجار اللي كان يربي، ولا العم، ولا الخال، ولا أي حد. بتسيب ولدك بيضيع، بتسيب بنتك بتضيع، بتسيب ولدك بيتعاطى الحبوب والمخدرات والمسكرات، بتسيب ولدك يما بيتحرش بيه جنسيا أو هو بيتحرش بغيره جنسيا، وبيقع في الرذيلة، بتقع بنتك في الرذيلة، وبتحول إلى مجرمين، وبيتعاطوا السرقة والنهب والسلب، ويصبح العار كله معلقا بك أنت. فاتقوا الله سبحانه وتعالى ما دمتم في زمن القدرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا خيرا إلا أنزلته، ولا عدوا للدين والوطن ولنا إلا خزلته، ولا غائبا عنا إلا بالخير ردته، ولا مريضا من مرضانا إلا شفيته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا شهيدا من شهدائنا إلا تقبلته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.